السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم؟ مثلا هانيا، ان شاء الله هنراجع على طول محاضرات هيستو الرينال. في البداية دول زمايلكم ربنا يرحمهم ويعفو عنهم. عندنا جسمنا كليتين كل واحدة عبارة عن استروما وبارينكما. الاستروما دي ما هي الا الكونكتيف تيشو كبسول المحيطة بالكلية، وكمان هي محاطة باديبوس كونكتيف تيشو. يبقى عندي كونكتيف تيشو كبسول وكمان محاطة باديبوس كونكتيف تيشو، وعندي ليتل كونكتيف تيشو ترابيكولي. وكلمة ترابيكولا دي اللي هي ثابتة يعني فواصل، وفي انترستيشن يعني الحاجات اللي ما بين الكورتكس والمظلة، تمام كده؟ لما نيجي بقى نتكلم عن البارينكما، فالبارينكما هي المظله والكورتكس. المظله الجزء الداخلي والكورتكس القشره الخارجيه يعني. فاحنا عندنا كده الجزء اللي بره ده اللي هي الكبسول، يعني هحاول اخطط فمامي الكبسول، وبعد كده عندي الجزء اللي جوه ده هو المظله، وبعدين اللي بينهم ده هي الكورتكس اللي هي كده اللي نعمل عليها خطوط دي الكورتكس، تمام؟ دي صوره هنفهمها دلوقتي. المهم المظله دي من 10 ل 18 كونيكال او بيراميدال ستراكشر، اللي هي بسميها بيراميدال بيراميدز، تمام كده؟ سوري، المظله دي بيراميدز. المظله دي بيراميدز دلوقتي اللي هي المنظر ده كده، تمام؟ فهم دول عددهم من 10 ل 18، تمام؟ وبتبقى شكلها ايه؟ بيراميدال، يعني شكل الهرم. انت حتى ممكن اقول كونيكال، يعني هي بصوا عامله شبه الكونكون الايس كريم، تبقى عامله كده ايس كريم فوق مثلا، تمام؟ طب لو قلنا ان هي هخليها بيراميد، ما هي نفس الفكره. ادي مثلا قاعده الهرم وادي الايبكس بتاعتها، ففاهمين الفكره؟ فهي بيراميدال او كونيكال 10 ل 18، تمام كده؟ بسميها المدلري بيراميدز. يبقى هي بيراميدال ستراكشر او كونيكال ستراكشرز، بسميها المدلري بيراميدز، عددها 10 ل 18. بعد كده اتكلم ان انت بتتكلم from the base of each medullary pyramid for the arrays of the tubule the medullary arrays penetrate the cortex. يعني انت ماشي من بيز البيراميد كده، لكل من كل بيز ايتش بيراميد بيطلع من ادي الميدلري اريز دي وبتخترق الكورتكس. اهي كل بيراميد اهو، ادي البيز بتاعته، بيطلع منها الريز دي او الاشعه دي، بسميها ميدلري ريز، تمام؟ بتخترق او بتبريتريت يعني ذا كورتكس، تمام؟ بعد كده ايتش ميدلري ري كونسيست اوف كولكتنج تيبيولز توجذر وذ ا ستريت بورشن اوف سيفرال نيفرونز. كل ما الميدلري ريم اللي هو بيطلع من قاعده الميدلا يخترق الكورتكس، قال لك دي عباره عن كولكتنج تيبيولز. انا بيبقى المجاوره هنتكلم عنها دلوقتي، الكولكتنج تيبيولز دي مع بعضها مع دي طالعه اصلا من سيفرال نيفرونز. لسه هنتكلم عن تركيب النيفرون دلوقتي. نعرف البوينت دي، ان كل ما الميدلري ري عباره عن كولكتنج تيبيولز مع بعضها وذ ستريت بورشنز اوف سيفرال نيفرونز. طيب ذا ماس اوف كورتيكال تيشو سراوندينج ايتش ميدلري بيراميد، دي رينال لوب، يعني المنطقه دي كده كورتيكال تيشو اللي حوالين الميدلري بيراميد. ادي الميدلري بيراميد اهو مع ده الكورتيكال تيشو اللي بيحيط بكل مدلري بيراميد، اللي هي المنطقه دي كمان كده، ودي المنطقه دي، فدي كلها على بعضها اسمها رينال لوب. يقول لك ايه هو رينال لوب هنا كده؟ فرينال لوب هنقول ان هو عباره عن الماس اوف كورتيكال تيشو، ادي المنطقه اللي هي تمام. ناخدها مثلا من هنا كده تاني اهو، دي هي كده، تقوم واخدين البيراميد ده بمنطقه الكورتيكال تيشو المحيط بيه. فهي المدلري بيراميد والكورتيكال تيشو اللي حواليه، تمام؟ فدي الرينال لوب، تمام؟ همش هقول لكم عليها في الصوره. طيب each lobe consists of number of lobules and each of them is demarcated by two intralobular arteries. كل لوب اللي احنا اتكلمنا عنهم دول قلنا لينا اللوب هي المنطقه دي كده اهو، ان ده الكورتيكال تيشو اللي محيط بكل مدلري بيراميد، تمام كده؟ فقال لك كل لوب عباره عن عدد من اللوبيولز، وكل لوبيول بعرفها ازاي؟ ان هي دي ماركيتد باتنين انترالوبيولار ارتريز، اتنين انترالوبيولار ارتريز دي اللي هي اللوبيولز، خلاص كده؟ الكورتكس كده هنتكلم عن المظله، تمام؟ المظله هنراجعها بسرعه، دي ان شاء الله مش هاخد وقت، بس هنراجعها بسرعه. انا دلوقتي عندي ستروما وبارينكما، والبارينكما مظله وكورتكس، تمام؟ قلنا اول حاجه في المظله من 10 ل 18 كونيكال او بيراميدال ستراكشر، مظله ريبيرمنتس. وبعد كده اتكلمنا ان هي البيز بتاعتها بيطلع من البيز بتاعت المظله ريبيرمنت اللي رسمناها، بيطلع منها زي اشعه معينه كده بسميها المظله ريز بتبنتري ذا كورتكس. وبعد كده قلنا ان المظله ريز دي كل واحد منهم عباره عن كولكتنج تيبيولز، ولسه هنتكلم عن تركيب النيفرون اسمها كولكتنج تيبيولز دي دلوقتي، تمام؟ كولكتنج تيبيولز مع بعضها مع وذ ستريت بورشن اوف سيفرال نيفرونز. وبعد كده قال ان انت الكورتيكال تيشو اللي بيحيط بكل مظله بيراميد بسميها رينال لوب، وان كل رينال لوب بيبقى فيه عدد من اللوبيولز، تمام؟ وكل واحد وكل حاجه بقى من اللوبيولز دي بتبقى دي ماركيتد باتنين انترا لوبيولار ارترز. طيب الكورتكس بقى او القشره اللي بره ان هي بتوكيباي ذا سبيسز بتوين ذا بيزز اوف ذا بيراميد اند كاني كبسول. جميل، لان هنا كده هي المفروض ان هي السبيس اللي ما بين قاعده البيراميدز دي كده، فهو عامل لها مثلا مرة ادي اللي هي البيز اوف ذا بيراميدز يعني، او المدلري بيراميدز او كده اللي هي الكونيكال او بيراميدال انشيب، وادي الكبسوله اهي اند ذا كيدني كبسول. هي بقى المنطقه اللي اصلا مش باينه، بس ماشي، هي منطقه ايه اللي في النص زي ما كنا رسمناها في الاول، هي المنطقه اللي في النص دي كده بين الكبسول وبين المدلري.
بعد كده ال cortical tissue is also found between medullary pyramid. These structures are known as codons of Purton. تمام، ال cortical tissue اللي موجود ما بين المدلري بيراميدز معروف اسمها codons of Purton. تمام كده، او بيسميها رينال كولوم. هي المنطقه دي يا جماعه، هي دي رينال كولوم، دي هي الكولومز اوف بيرتن. لازم تحفظوا الاسم كويس. وهي عايز يقول لك الكورتيكال تيشو اللي بينها، اللي بصوا بين كل مدى، بص هو ممتد يعني، هو هو المسافه اللي ما بين الكبسول ما بين قاعده قاعده المدلري بيراميدز اسمها كورتكس، والجزء الممتد منها ما بين المدلري بيراميدز وبعضها دي اسمها كولومز. هي فعلا قاعد تحس ان هي اعمدها، هي كولومز اوف بيرتن، رينال كولومز او كولومز اوف بيرتن. رينال لوب مدلري ريس، رينال لوبيول، دي كلها احنا لسه قايلينها بس هم جمعهم في سلايد، واعتقد ممكن تيجي في الامتحان. اول حاجه رينال لوب، رينال لوب عباره عن المدلري بيراميد مع الكورتيكال تيشو ادد سبيس اند الونج اتس سايدز. تمام، من الصوره تمام، مثلا في الصوره دي نعملها على طول بدل ما نرسم. او دلوقتي احنا رينال لوب عباره عن ايه؟ عباره عن الجزء ده كده، شيل ده كده، يبقى احنا ايه معانا؟ المدلري بيراميد معانا، الكورتيكال تيشو الهاندل بيز القاعده بتاعته، والكورتيكال تيشو كمان اللي على الجوانب ده كده. تمام، واصل الموضوع؟ دي رينال لوب. طيب الرينال لوبيول او ماشي، الرينال لوبيول دي عباره عن سنترال مدلري ري، سنترال مدلري ري من الريز اللي طالعه من المدلر في الكورتكس، وقال لك ان هي محاطه بكورتيكال تيسو. تمام، وهي دي ماركيتد او بعرفها بالايه؟ بالانتر لوبيولار ارترز اللي فيها. تمام، تعالى برضو هنا اهو هناخد واحد بس من اللي هنا، شوف اي، شوف هم ريز كتير، او انت تاخد واحد بس كده ويقول لك ان انت تاخده بقى بالكورتيكال تيسو اللي حواليه، واللي هيعلمه لك بيعرفك ان ده لوبيول، ان في انتر لوبيولار ارترز، اتنين انتر لوبيولار ارترز، خلاص يبقى ده على طول الرينال لوبيول. تمام، طب احنا سيبنا بقى المدلري ريز، يبقى قلنا لوب وادي قلنا اللوبيول. المدلري ريز بقى قال لك الريز دي هي عباره عن استريشنز، استريشنز تمتد من المظله الى الكورتكس، وكل واحد فيهم عباره عن سنجل كولكتنج دوكت وستريت بورشنز اوف سيفرال نيفرن ذات درينز. يبقى احنا ادينا لوبيول، مدلري بيراميد، وكورتيكال تيشو ات سبيس الونج ات سايدز. وبعد كده اتكلم عن المدلري ريز، ان هي استريشنز تمتد من المظله الى الكورتكس، وكل ري عباره عن سنجل كولكتنج دوكت اند ستريت بورشنز اوف سيفرال نيفرن اللي هو ذات درينز. وبعدين بتكلم عن اللوبيول ان هو سنترال ري عباره محاط بكورتيكال تيشو، هو بيبقى دي ماركيتد ومتعلم كويس جدا ومعروف، اتنين انتر لوبيولار ارترز. ده بالنسبه للوب، الميدلري ريز ورينا لوكيو لانهم مهمين، واعتقد انه ممكن يعني حاجه منهم تيجي. اليورينفرس تبيول دي الوحده الوظيفيه للكدني، يقول لك دي ار فانكشنال يونتس اوف ذا كدني، وعباره عن اتنين فانكشنال بورشنز، النفرون والكولكتنج تبيول. النفرون والكولكتنج تبيول، تمام. اول حاجه النفرون ده عباره عن ايه؟ عبارة عن dilated portion اسمها renal corpuscle و proximal convoluted tubules و loop of Henle و Henle، وعلى كلامك تبقى loop of Henle برضو اللي هو HENLE برضو شغال، و distal convoluted tubule. بسرعة بماركتين كده، يبقى دي اول حاجة renal corpuscle، بعد كده proximal convoluted tubule، بعدين loop of Henle، بعدين distal convoluted tubule. ده تركيب النفرون. طيب، ودي دي الصورة مكبرة شوية لو حد عايز يبص عليها. renal corpuscle بقى، renal corpuscle دي عبارة عن 200 مايكرو كديامتر، الديامتر بتاعها 200 مايكرو. وكل رينال كورباسل عباره عن ايه بقى؟ عباره عن طفف كابيلاريز بسميها جلوميرولوس. تمام، ودبل وولد ايبيثيليال كبسول اللي هي البومن كبسول، وافرنت وافرنت ارتريول، والميزنجيال سيلز. تمام، يبقى هي 200 مايكرو ان ديامتر، كل واحده عباره عن طفف كابيلاريز. ادي المنظر هنا كده، ان هي اهم، هي 200 مايكرو عباره عن طفف كابيلاريز، وكمان ان هي دبل وولد ايبيثيليال تيشو، ادي الوول اهو، هي دبل وولد. وكمان ان فيها داخلها افرنت ارتري وطالع منها افرنت ارتري، وطبعا هي بيسميها ارتريولز يعني كده صغير. تمام كده، والميزانجيلز ده بالنسبه لتركيب الرينال كورباسل. دول من الحاجات المهمه. دي برده صوره توضيحيه تانية، ان هي ما هي الا طفف كابيلاريز اهو، من هنا كده طف، مثلا من هنا كده طفف كابيلاريز، داخلها داخلها الافرنت وطالع منها، داخلها الافرنت اهو، دي الافرنت ارتريول وطالع منها الافرنت ارتريول، ففيها الاثنين دول، ودي طفف كابيلاريز، وكمان ان هي فيها ميزانجيال سيلز، وهي عباره عن دبل وولد، دبل وولد ايبيثيليال كبسول اللي هي البومن كبسول. تمام، ده كله هنتكلم على محتويات الرينال كورباسل اللي هي 200 مايكرو ان دايمتر. طيب، دي برضو صوره توضيحيه ثانيه، داخلها افرنت طالع منها الافرنت، عباره عن اصلا طفف كابيلاريز في النص اهو، هون انت عندك فيسرا لير طبقة داخلية وبارايت لير طبقة خارجية، فهو دبل وولد كبسول اللي هي البومن كبسول يعني. وبعدين ان هي كمان فيها ميزانجيال سيلز، كبسول فيها انترنال واكسترنال لير، الانترنال هي الفيسرا لير والاكسترنال البارايتل. عايزين تسكموها ان الاكسترنال دي بره، بارايتل بي. تمام كده، يبقى انترنال فيسرال،
external بره parietal layer. تمام؟ طبعا بما ان الفيسترال هي جوه فبت انفلوب ذا كابيلاريز اوف جلوميرولوس، والبارايتال بما انها بره فهي عامله الاوتر ليميت اوف ذا رينال كورباسل. بين ذا تو لايرز از ا يورينري سبيس او بسميه بومن سبيس واتش ريسيف فلويد فلترد ثرو ذا كابيلاري اند فيسترال لاير. يبقى دلوقتي البومن كبسول دي هي الانترنال لاير، هي الفيسترال لاير انفلوب ذا كابيلاريز اوف جلوميرولوس، والاكسترنال بارايتال لاير الاوتر ليميت اوف ذا رينال كورباسل. ما بين الطبقتين بيبقى فيه عندي اليورينري سبيس، واليورينري سبيس ده اللي هو البومن سبيس، وده المفروض ان هو بيريسيف ذا فلويد فلترد ثرو ذا كابيلاري وول اند كابيلاري وول اند فيسترال لاير. تمام؟ طيب بعد الكلام ده انا عندي البارايتال لاير عباره عن سمبل سكويمس ابيثيليوم. البارايتال دي كانت بره يا جماعه، الاوتر لاير دي سمبل سكويمس ابيثيليوم سبورتد باي بيز لامينا اند ثين لاير اوف ريتيكولار فايبرز. اليورينري بول ذا سكويمس ابيثيليوم continuous with the cuboidal epithelium lining the neck of the proximal convoluted tubule. طيب ال vascular pool بقى the visceral layer is reflected on the afferent and efferent vessels and it's continuous with the parietal layer of the epithelium. يبقى دلوقتي انا بتكلم الطبقه اللي بره، الطبقه اللي بره عباره عن simple squamous epithelium وبتبقى supported by basal lamina and the thin layer of reticular fibers. طب ال urinary pool، ال urinary pool او كده كان هو ده squamous epithelium، وبيبقى يعني ده squamous epithelium بيبقى بيكمل لي مع cuboidal epithelium، هو squamous بيكمل مع cuboidal epithelium عشان ده بيبقى lining the neck of proximal convoluted tubule. تمام؟ ال vascular pool، الفاسكولار بول ده the visceral is reflected on the afferent and efferent vessels and it's continuous with the parietal layer of the epithelium. فين في الصورة اللي بعدها؟ فكرة يا جماعة كل epithelium ايه نوع epithelium في كل حاجة، ان مثلا البرايتال لير فيها simple squamous epithelium، ان دلوقتي مثلا في اليورينري بول في squamous epithelium بيكمل مع cuboidal عشان cuboidal هو اللي عامل lining للproximal convoluted tubule. الكلام ده فده يعني مهم جدا يعني. تمام؟ عشان الهيستو يعني ايه لازم انواع epithelium والكلام ده. طيب in the development of renal capsule the cells of the visceral layer extensively modified the podocyte. تمام؟ انا renal capsule تمام كده بيبقى عندي بيحصل زي modification لخلايا الفيسترال لاير، وانا الفيسترال دي الطبقه اللي جوه. تمام كده؟ الطبقه اللي جوه. تمام؟ فبيحصل ايه بعد modification دي؟ بسمي الخلايا دي البودوسايتس، وده شكل البودوسايتس اهي عشان ما اطولش فيها اهو كده صوره ليها عشان لسه نتكلم عنها. بس مبدئيا يعني في الشكل ده، بس الشكل ده كويس ان انا عندي دلوقتي في عندي primary process، ودي البودوسايتس البادي اهو، دي برايمري بروسيس اللي انتوا شايفينه هنا ده كده، وبيشو دي البودوسايت من هنا اهي، البودوسايتس البادي برايمري بروسيس. واهم حاجه بالنسبه لي البرايمري والسكندري بروسيس، والسكندري بروسيس اسمه البيديكلز اللي هتطلع يعني دي البرايمري اهو بتطلع منه بقى البيديكلز، ودي المسافات اللي ما بين كل بيديكل والتانية اسمها فلتريشن سلت عشان هتنفعنا بعد كده. البودوسايتس هيتكلم عليها كالكترون مايكروسكوب، ان هي اول حاجه ستليت، كلمه ستليت اساسا يعني نجميه، شكل شبه النجمه يعني. تمام كده؟ نجمي. وبعد كده هيتكلم ان هي والسيفرال راديتنج برايمري بروسيس، فيها برايمري بروسيس كتير ذات امبريز ذا اندرلاين كابيلاريز. بتنزل في ايه يعني كلمه امبريز؟ يعني بتحضن، بتمسك في الاندرلاين كابيلاريز وكده. برايمري بروسيس جيف رايز تو فيري نيومرس سكندري بروسيس. السكندري بروسيس بسميها بيديكل، بسميها فود بروسيس. يبقى الفود بروسيس او البيديكل كلها مين؟ هي السكندري بروسيس. يبقى انا عندي تاني هي ستليت نجميه عباره عن برايمري بروسيس كتير جدا بتم على فكره. دي امبريز على فكره، هي امبريز بي ار اي سي، يعني بتمبريز اندرلاين كابيلاريز، وبعدين هي بتديني كمان يعني بتجيف رايز للسكندري بروسيسز. السكندري بروسيسز دي اسمها food processes او pedicles. تمام؟ عشان لما تسمعوا اي كلمه بتعرفوا هي عباره عن ايه. the secondary processes النقطه اللي بعدها بقى interdigitate with corresponding processes of neighbor podocyte but aren't closely adherent to them. تمام كده؟ يبقى هي او بتinterdigitate ممكن تتشابك معاها، خدوا بالكم من البوينت ان هي secondary ممكن تتشابك معاها بس ما تبقاش closely adherent، ما تبقاش متلاصقه معاها. وصل لكم الموضوع؟ لو في تشابك والكلام تمام على neighboring podocyte اللي جنبها يعني but not closely adherent to them. اللي بعده the secondary process of podocyte are closely applied to the basal lamina، وبتبقى closely applied to the basal lamina of underlying capillary but the cell body is usually separated by من 1 ل 3 مايكرو. تمام؟ يبقى ان هي ال secondary process of the podocyte are closely applied to the basal lamina of the underlying capillaries، بتبقى قريبه خالص من البيزال لامينا للكابيلاريز اللي تحتها. but the cell body is usually separated from it، cell body مفصوله عنها من 1 ل 3 مايكرو. شوية بقى حاجات نظري كده ركزوا فيها. the nucleus is often enfolded irregular in outline، يبدأ enfolded irregular in outline. the cytoplasm contains small Golgi complex moderate number rough endoplasmic reticulum abundant polyribosomes. فيه Golgi، فيه rough endoplasmic reticulum، فيه polyribosomes free. الGolgi ماشي small، ال moderate number من rough endoplasmic reticulum abundant free ribosomes. ده أول point. بعد كده يقول لك intermediate filaments and microtubules are plentiful، جاي من plenty اللي هي الوفرة كتير من الآخر كتير.
both in the cell body and in primary process لل intermediate filaments or microtubules في cell body or primary process بتبقى كتير. تمام كده. بعد كده نتكلم عن الاكتين filaments and heavy neuromycin have been localized phytochemically in the bases of the food processes. الاكتين filaments والheavy neuromycin موجودة فين من الاخر؟ في bases الفود processes. وقلنا food processes دي هي secondary process, هي البيديكلز. طيب قالك بقى the basis of the food processes are somewhat expanded. تمام كده. basis the food processes دي بتبقى expanded يعني متسعة كده وبتدي شكل بيل شيب ده. يعني دلوقتي احنا مثلا food processes تبقى كده, احيانا تبقى البيز بتاعتها بقى واسعة فتعملي كده, او خلينا نعملها الناحية التانية اللي هي بتبقى كده شبه الجرس بيل شيب بروفايل. انا مش فاهمة الجرس قوي بصراحة, يعني انا كنت عاملاها كويس المرة اللي فاتت. ايوه حاجة شبه كده. شيل بقى كل الكلام ده. الباقي جامدة ان basis the food processes the pedicles the secondary processes بتبقى expanded giving the characteristic bell shaped appearance or bell shaped profile. طبعا هو الجرس بيبقى عامل كده تقريبا. مهم طبعا دي مش محتاجة اقول ان ده طبعا مهم جدا. تمام. فالسلايد دي اقروها اكتر من مرة. وتمام. بعد كده adjacent food processes are separated by filtration thread. اسلات قلنا من المسافات اللي بين كل food process او secondary process وبعضها اللي هي الاسلات احنا كنا عاملينها هنا اهي. ادي المفروض ان احنا قلنا الجزء ده كده primary process, يبقى بعد كده ده كله ايه secondary process بقى كده. والمسافات البينك اللي بينها دي اللي اسمها filtration slit, عشان بس الكلام ده ما يعطلناش نحس جديد. وقالك بتبقى الواتس بتاعها عرضها من 25 ل 35 مايكرو, من 25 ل 35 مايكرو. هذا ليفل اوف ذا بيز لامينا ذا سليت اور اسباند من 4 ل 8 نانو سليت دايفرام ان سيرفيس فيو ذا دايفرام هاز بورز سبستراكشر. يعني ايه؟ يعني المفروض ان هي بتكون لما اجي ابص لها من عند السطحها كده هتلاقي ان الدايفرام في بورز, في بورز يعني ثقوب مسمية, يعني مسامات خروم زي ما سموها. which the pores between them are believed to be small enough to prevent the passage of albumin and larger molecules from the blood into the glomerular. فده كنا عنها كتير جدا في المحاضرة, لكن هوضحها لكم. البوينت الأولاني لا, بس نخلص منها كده كمراجعة سريعة اهي. ان انا عندي ان الفود بروسيسز جنب بعض مفصولين بفلتريشن سلات مش لازقين في بعض. وقال لك طبعا الفلتريشن سلات دي اسمها عرضها قد ايه؟ من 25 نانو لحد 35 نانو. تمام. عند البيزا لامينا ذا سلات ار سبان من 4 ل 6 نانو سلات دايفرام. وبعد كده هبدا اتكلم عن السيرفيس فيو. لما اجي ابص بقى دي البوينت دي مهمه جدا, ان انا السيرفيس فيو بتاعي هيبقى بورز, في بورز في ثقوب, بس هي بتكون صغيره قوي. بص بقول لك سمول نقص, صغيره كفايه ان هي تمنع لي اي ماده مهمه ان هي تعدي لي في الفلتر, تمنع الالبيومين, تمنع اللارج موليكيولز ان هي تعدي من الدم للجلوميرولار فلتريت. وقلنا الجلوميرولار فلتريت ده اللي انا ايه, انا بمسك الدم يا جماعه يدخل للرينال كورباسل يتصفى. يعني ايه يتصفى؟ يعني اخد منه كل الحاجات اللي مش كويسه وتخرج في الاخر في صوره يورين. يعني اكيد انا مش عايزه افقد جزيئات السكر, افقد مثلا الالبيوم, بروتينات مهمه زي الالبيوم, مش هفقد الكلام ده كله. انا بس بنضف الدم من اي حاجه فيه الكلى. طبعا نرجع بالراحه كده, الكلى بتنقي الدم من الكلام ده كله. تمام. وتخرج الحاجات اللي مش كويسه بشكل يورين في الاخر. فانا دلوقتي الجلوميرولار فلتر ده هيكون في حاجات اللي مش كويسه, لكن مستحيل عايز افقد مثلا بروتينات زي الالبيومين او الاقي سكر في اليورين او الاقي حتى دم او كان في شيء الكلام ده. لان لو ده موجود اصلا بيقول ان ده في باثولوجي, دوري وراه واعملي تحاليل واعملي واعملي عشان تعرفي ايه الباثولوجي اللي تسبب ان المواد دي موجوده في اليورين. تمام. واضح. فعشان كده قالك ده بص على السيرفيس لان في بورز, بورز سبستانس زي الثقوب صغيره كفايه ان هي تمنع المواد المهمه ان هي تخرج في الفلترات دي. بقى ايه صور توضيحيه. تمام. بس مش عارفه حسنا واذا نوصلها حتى بسرعه كده. احنا قلنا دلوقتي في الرينال كورباسل دي قد ايه المنظر ده كده اهو. الرينال كورباسل بيدخلها سوري بيدخلها هنا الافرنت ارتريول, شيل اهو, بيدخلها الافرنت ارتريول. تمام. وبيخرج منها الافرنت ارتريول. وبعدين انا عندي شويه حاجات, عندي مثلا ايه, هنتكلم عن ماكيولا دنسا, هنتكلم عن الجرانيولار جاكست جاكست جلوميرولار سيلز, جاكست جلوميرولار سيلز, وعندي الميزانجيال سيلز طبعا اللي هي الجزء الاصفر دي كده كلها ميزانجيال سيلز. لكن ده كنا قلنا الجاكست جلوميرولار سيلز. بعدين اتكلمنا ان عندي مثلا الانر كبسول عباره عن البومن كبسول وعباره عن الجلوميرولس. الجلوميرولس اللي هي الطفو كبيلرز اللي هي الشعيرات يعني الاوعيه الموجوده هنا دي. وبعدين بعد ما نخلص بقى جزء الرينال كورباسل بالحاجات اللي داخلها والحاجات اللي قبلها والكلام ده, ببدا على البروكسيمال كونفوليوتد تيبيول ومنها لللوب اوف هنلي وديستال كونفوليوتد تيبيول ونكمل الاخر. تمام. المنظر ده ان انا عندي دي اليومن وده فينستريت ماشي حاجه دي منها والاندوثيليال سيلز المبطنه برضو دي مش واضحه. بيخلينا هنا قالك مثلا عندي الجلوميرولار بيزمنت ميمبرين وادي الاندوثيليوم اهو بتاع الكابيلاري وده السلايد دايفرام وده في الداس دايفرام اهو. ده الفلتريشن سلات المسافه ما بين كل بودوسايت والتانية, وده الابيثيليال بودوسايت, دي الفلتريشن سلات وده السلايد دايفرام كده جلوميرولار. تمام. الجلوميرولار بلاد كابيلاريز بقى قالك ان عند الفاسكولار بول اوف ذا بومن كبسول ان افرنت ارتريول انتر ذا رينال كبسول كارينج تو ات نون فلتر ذا بلاد اند ديفايد انتو برايمري اند سكندري برانشز.
فعند الفاسكولار بول البومن كبسول في يعني بيبقى داخل افرنت ارتريول وبيدخل حامل دم مش نظيف مش متفلتر للبرايمري والسكن، وبعد كده بيتقسم للبرايمري بيتقسم للبرايمري والسكن البرانشز، وبعدين تبدا البرانشات دي تدي لي 50 جلوميرولار كابيلاريز بقى في كل رينال كورباسل، وان هي تبدا بعد كده تصب لي في الافرنت بقى، بس الافرنت بيكون فيها الدم النقي دم الفلترد. تمام، ايتش افرنت ارتريول دي رينال كورباسل اتس فاسكولار بول كارينج فلترد بلود. يعني كل السلايد دي بكل الرغي اللي فيها ان انا عند الفاسكولار بول في البومن كبسول بيدخل لي من الافرنت ارتريول انفلترد بلاد او نون فلترد بلاد، وبيتقسم بقى بعد كده الايه في الافرنت ارتريول الى برايمري وسكندري برانشز، وكل برانش بقى من البرايمري والسكندري يتقسم ل 50 جلوميرولار كابيلاريز في كل رينال كورباسل، وبعدين تبدا بقى الكابيلاريز دي تدرين ذا برين تدرين يعني او تصب لي يعني في البرانشات بتاعه الافرنت، تصب لي في البرانشات بتاعه الافرنت، وبيبقى خلاص بتصب لي في ايه الافرنت بقى هيروح يرجع للدم تاني، اكيد الدم بقى خلاص اللي تم تنقيته خلاص كده. فقالك الافرنت بقى بيسيب الرينال كورباسل عند برضو الفاسكولار بول كارينج فلتر بلوك. ده ملخص السلايد دي. الجلوميرولار بلاد كابيلاريز بقى لايند بسمبل سكويموس ايبيثيليوم سراوندد باي بيزمنت ممبرين او بيزل لامينا، which اللي هي بيزل لامينا فيوزد وذ بيزل هنا كده بيزل ممبرين اللي هو برضو بيزل لامينا فيوزد وذ بيزل لامينا وذ بودوسايت. الاندوثيليوم اوف جلوميرولار فلتريت بيبقى سين سمبل سكويموس ايبيثيليوم الجلوميرولار بقى كابيلاريز. الجلوميرولار كابيلاريز بيبقى عباره عن سين سمبل سكويموس ايبيثيليوم وبرفوريتد ب 70 ل 90 نانو. البورز دي بيبقى الدايمتر بتاعها من 70 ل 90 نانو وذا دايفرام. تمام صورة توضيحية ماشي. The spaces between the glomerular capillaries is occupied by connective tissue consisting of mesangial cells. عايز يقول لك ان الجلوميرولار كابيلاريز فيه بينها فراغات فيها connective tissue. connective tissue ده فيه mesangial cells. ادي اهو دي اللي ده المنظر يعني. بصوا شو خليكم في الموضوع ده اهو ده اللي هو بيتكلم عنه اهو. بيقول لك كل يعني الفراغات اللي ما بين احنا داخل اهو بقى داخل افرنت وطالع افرنت او داخل افرنت وطالع افرنت وافرنت دم مش نقي الافرنت نقي ما علينا. فقال لك الفراغات اللي بين الكابيلاريز دي عباره عن كونكتيف تيشو وموجود فيه خلايا اسمها الميزانجيال سيلز ان ان اكسترا سيلولار ماتريكس ريلاتيفلي فري اوف فايبرس اليمنتس اذر ذان فايبرونكتين. يعني ما فيهاش اي فايبرز بس فيها ايه فيها فايبرونكتين. دي مهم دي اهو ميزانجيال سيلز فايبرونكتين خلاص. بقى دي عباره عن خلايا نجمات الشكل برضو ثلاث شيد سيلز. ثاني حاجه ان هي موجوده في الجلوميرولار بلاد كابيلاريز وكمان في الميزانجيوم ده مفصول عن الكابيلار اليومن بالاندوثيليوم. كمان ان هي فيها داركلي ستيند نيوكلاي وفيها فيها بيزوفيلك سيتوبلازم بيكون ريتش ان لايزوزومز ولايبوفيوجن جرانيولز. يبقى بيزوفيلك سيتوبلازم مليان لايزوزومز ولايبوفيوجن جرانيولز وفيها برضو مالتيبل بروسيسز بتمتد ما بين الاندوثيليوم الاندوثيليوم بتاع الجلوميرولار بلاد كابيلاريز. الكلام ده ليه؟ علشان توصل لليومن بتاعه الجلوميرولار بلاد كابيلاريز. تمام جميل. وبعد كده بعد الميزانجيال سيلز هنبدا نتكلم عن الفانكشن بتاعتها. فانكشن اوف ميزانجيال سيلز اول حاجه ان الخليه دي سبيشاليز تايب وبيريفسايتال ستراكشر سبورت. يعني انا بصوا مثلا اللي بلاز دول ركزوا عليهم اول حاجه ليها ستراكشر سبورت فاجوسايت كونتراكتايل سيكريتوري. فتاني ان هي اول حاجه هي نوع خاص من البيريسايتس تعمل ستراكشر سبورت فور ذا كابيلاري لوبس. دي اول بوينت. تاني حاجه ان هي على عكس البيريسايتس الباقيه هي ليها فاجوسايت فانكشن بتفاجوسايتوز بتبلع البروتين ريسيديو اللي بواقي البروتين وكده اللي ماسكه في الجلوميرولار فلتر دي وبيكون فيها بقى انتيجين انتي بودي كومبلكسز اباندنت ان باثولوجيكال كونديشن. وان هي كمان بتبقى كونتراكتايل وان هي سيكريتوري بتعمل بتخرج لي او بتسكريت بتفرز سيفرال سايتوكاينز بروستاجلاندنز وفاكتورز ثانيه مهمه جدا للاميون ديفنس او الدفاع المناعي يعني ان ريبير اميون ديفنس اند ريبير ان ذا جلوميرولوس. بتاني هي بتعمل ستراكشرال سبورت وعلى عكس البيريسايتس الثانيه فهي ليها فاجوسيتيك فانكشن. طب هي بتبلع ايه؟ قال لك بتبلع بواقي البروتين اللي ماسكه في الجلوميرولار فلتر. قلنا الجلوميرولار فلتر ده مش مطالب ان هو يكون فيه بقى اي سكر او بروتين او اي كلام من ده. هو مجرد اليورين اللي يخرج في الاخر. المهم بقى لك ان يبقى فيها انتيجين انتي بودي كومبلكسز اباندنت ان ميني باثولوجيكال كونديشن بيبقى كتير قوي في اي حاله فيها تعب او باثولوجي او كده. المهم تالت وظيفه ان هي كونتراكتايل وسكريتوري بتخرج سيتوكاينز بروستاجلاندين حاجات كلها او عوامل مهمه في المناعه. تمام صور توضيحيه. نيجي عند البلاد رينال بارير ان وظيفته الاساسيه ان هو يكون الجلوميرولار فلتريت. اكيد بلاد رينال بارير يعني ايه الحاجه بصوا ما بين ادي مثلا الكلى وادي الدم ادي البارير اهو الحجز اللي بين الكلى والدم بيودي الدم بنوديه يتفلتر وهكذا وبعدين ايه ويرجع تاني وناخد منه بس الايه الفلتر اللي يخرج في صوره يورين. ما علينا. فهو اهم حاجه في البلاد رينال بارير ان هو بيعمل جلوميرولار فلترت. طب هو عباره عن 3 اليمنتس هيجي منهم حاجه اعتقد ام سي كيو. يعني اول حاجه فينستريتد اندوثيليال سيلز اوف بلاد كابيلاريز او دي الصوره عاملاها بس دي بلاد كابيلاريز يعني فيوز البيز لامينا اوف بودوسايت اند اندوثيليوم فلتريشن سلايد دايفرام ذا بورز بتوين بودوسايت بيديكلز وذ ذير فلتريشن سلايد دايفرام. تمام
هنا بسرعه بقى للاسف هنضطر نيجي نبص على الصوره بسرعه. احنا عندنا زي ما قلنا دي خاصه لينا الكوربسل والافرنت والافرنت، وبعد كده والمنظر جوه ده اللي هو الجلوميرولاس او الجلوميرولار نتورك، بعد كده البروزنال كونفيوت بيو واللوبوفينلي ديستال كونفيوت بيو والكولكتنج دكت، وفي الاخر بيبقى خالي فيها اليورين فلو. تمام كده. اول سؤال رينال كوربسل كونسيست اوف تافوس كابيلاريز ذا جلوميرولاس سراوندد باي ا دبل وولد ايبيثيليال كابسول كولد بومن كابسول ان ذا انر لاير اوف بومن كابسول وان فايند. هنلاقي ايه في الانر لاير اوف بومن كابسول؟ البودوسايتس، ان هي موجوده اصلا في الانر لاير، موجوده في الانر لاير او الفيسرا لاير. طيب تاني سؤال، ان ويتش اوف ذا فولوينج از كوريكت فور بلاد رينال بارير، كنا لسه حالا قايلينها ان هي مهمه التركيبات بتاعته، ان هو طبعا فينستريتد ان فينستريتد سيلز اوف بلاد كابيلاريز فينستريتد اندوثيليال سيلز اوف بلاد كابيلاريز. تمام. السؤال اللي بعده بعد كده ويتش اوف ذا فولوينج terms best describe the basic structure function unit of the kidney، ايه الوحده البنائيه والوظيفيه للكليه؟ طبعا اليورينفرست بيو. تمام. انا رجع نتكلم بقى انا دلوقتي اتكلمنا عن التركيب، ان احنا عندنا رينال كوربسل بروكسيمال كونفوليتد بيو لوبوفيلي ديستال كونفوليتد بيو. هنعمل البروكسيمال والديستال في شكل كومباريزن او مقارنه سريعه. قال لك البروكسيمال كونفوليتد بيو بتبقى لونجر، فطبعا الديستال بتبقى شورتر. الكلام ده هيتحفظ وحاولوا تلموه بسرعه، هو سهل جدا جدا جدا. طيب انا باجي ابص على اللايت مايكروسكوب، حاولوا تحفظوا الصوره. بصوا البروكسيمال اول حاجه ان هي سيمبل كيوبيكال او كولامنر ايبيثيليوم. تمام. اسيدوفيليك سيتوبلازم، اليومنال سيرفيس شو اسيدوفيليك بيرس بوردر، بيزل بورد شو اسيدوفيليك استرايشن، سيل بوردر اور اندستينكت مش واضح، هاز تورشس كورس يبقى حوالي 15 مللي. فبالراحه انا دلوقتي هو لونجر، اول حاجه البروجنال كوميت بيو لونجر وبتبقى عباره عن سيمبل كيوبيكال، سيمبل يعني هو واحده. تمام. كيوبيكال او كولامنر ايبيثيليوم اسيدوفيليك سيتوبلازم، السيتوبلازم بتاعه اسيدوفيليك اكيد يعني لونه احمر او بينك يعني. اليومنال سيرفيس شو اسيدوفيليك براش بوردر، بيزل بورد شو اسيدوفيليك استرايشن. بص احنا ماشيين كله ازاي. بعد كده السيل بوردر اندستينكت، السيل بوردر مش واضح، وفي تورشس كورس 15 مللي. طيب نيجي للديستال كومبليتد بيول، هيقولك ان الديستال كومبليتد بيول في لايت مايكروسكوب ان هو لايند بسيمبل كيوبيكال ايبيثيليوم. تمام. سيمبل كيوبيك ما نتكلمش، اما تاني كان ممكن يبقى كولامنر. طيب هو عنده فينت اسيدوفيليك سيتوبلازم، كلمه فينت دي يعني باهت. تمام كده. فينت يعني باهت، فينت اسيدوفيليك سيتوبلازم نو براش بوردر، ما فيش اصلا في براش بوردر. اما تاني يعني كان بيقول لك ان اليومينال سيرفيس لا في اسيدوفيليك براش بوردر، هنا ما فيش اصلا براش بوردر، ايبيكاليت المايكروفيلاي شويه ايه مايكروفيلاي كده. طيب اليومينال سيرفيس الميتوكوندريا اسيدوفيليك استرايشن والسيل بوردر ديستنكت، ولا ملوش كومباريزن تاني ان ده كيوبيكال او كولامنر ايبيثيليوم، اما ده كيوبيكال بس اسيدوفيليك سيتوبلازم. اليومينال سيرفيس شو اسيدوفيليك براش بوردر، اما هنا كده قال لك فينت اسيدوفيليك سيتوبلازم، فينت اسيدوفيليك تاني اسيدوفيليك واحمر، اما ده فينت بص حتى ملك باللون باهت. بعد كده نو براش بوردر، ما فيش اصلا في بس شويه يعني شويه مايكرو فلاي في الايبكس. طيب هنا كده في استرايشنز، ده نيومرس بيزل ميتوكوندري اسيدوفيليك استرايشن، والسيل بوردر هنا بيبقى مش واضح، اما هنا كده بيكون واضح في الديستال كونفوليتد بيول. نركز في الكلام ده، هي في شكل كومباريزن تحفظ بسرعه ان شاء الله. لان كان النيوكلاي بقى، النيوكلاي في البروكسيمال كونفوليتد بيول بتبقى راوندد وسنترال مدوره وفي النص، واليومن بتبقى ضيقه. لكن في الديستال كونفوليتد بيول اليومن اوسع، والنيوكلاي فيها بتبقى راوندد او اوفويد بيضاويه او مدوره، وبتكون كده كده في النص. يبقى هما الانويه في الاثنين سنترال وفي الاثنين راوندد، وممكن تبقى اوفويد في الديستال كونفوليتد بيول. اليومن اضيق في البروكسيمال كونفوليتد بيول واوسع وسلايتلي وايدر، يعني نسبيا يعني اوسع شويه في الديستال كونفوليتد بيول. لما نتكلم على رقم عدد الخليه بيبقى فرنج من 3 ل 5 في البروكسيمال كونفوليتد بيول، ومن الصوره واضح ان هي بتبقى اكتر في الديستال كونفوليتد بيول. طيب برضو هنتكلم عنهم بقى كالكترو مايكروسكوب، ده البروكسيمال كونفوليتد بيول وده الديستال كونفوليتد بيول. البروكسيمال كونفوليتد بيول قال لك ان انا عندي ابيكال بورد هاز ميني لونج مايكروفيلاي يعني براش بوردر، اما هنا كده في ليتل مايكروفيلاي في الديستال كونفوليتد بيول، كنا اتكلمنا عنها في اللايت مايكروسكوب. البيزل بورد هاز بيزل انفولدنجز بيزل استرايشن ميني ميتوكوندريا، يعني ايه في اسيدوفيليا لون احمر وكده. اما هنا كده البيزل بورد هاز نيومرس ميتوكوندريا نيومرس ميتوكوندريال استرايشن. تمام. بعد كده اتكلم على extensive lateral membrane interdigitations، عندي هنا يعني هو عامه هو in the tanked border، وفي عندي extensive lateral membrane interdigitations، اما في هنا كده بيبقى narrow lateral extension from the cell membrane narrow lateral extension. تمام. اما هنا كده extensive lateral interdigitations in the tanked border. رابع نقطة ان انا عندي البينوسيتوتيك vesicles are formed by evagination of the apical membrane and contain macromolecules او protein. هنا كده انا عندي شوية cisterni من الراف endoplasmic reticulum، cisterni يعني اكياس او جيوب يعني من الراف endoplasmic reticulum، وفي small Golgi complex، few راف endoplasmic reticulum و small Golgi complex، few راف endoplasmic reticulum small Golgi complex. ده طبعا في الديستال convoluted pupil. فالcomparison تاني هنكلم على بروكسيمال البروكسيمال convoluted pupil تاني، ان هي apical part في many long microvilli برش بوردر يعني شبه الفرشة كده.
بيزل بورد هاز بيزل انفولدنجز، بيزل بورد بيزل انفولدنجز، بيزل استريشن من الميتوكوندريا، اسيدوفيليا، اكستنسيف لاترال ممبرين انتر ديجيتيشن سيتو اند ثينك بوردر، ماينوسايتوتيك فيزيكلز ار فورمد باي ايفا جوينيشن اوف ذا ابيكال ممبرين اند كونتين ماكرو موليكيولز اور بروتين. طب بالنسبه للديس الكمبيوتر بيو الكترو مايكروسكوب، ابيكال بورد بيبقى فيه لاتر مايكروفلاي، بيزل بورد هاز نيومرس ميتوكوندريال استريشنز ذا بيزل هاف نارو لاترال اكستنشنز فروم ذا سيل ممبرين، وفي فيو رافن بلازما ريتيكولم، وفي سمول جولجي كومبلكس. كده احنا خلصنا البروكسيمال ديس الكمبيوتر بيول، دي صور برده توضيحيه تحت الالكترو مايكروسكوب، صور هتساعدكم في الحفظ شويه. لوب اوف هنلي بقى، لوب اوف هنلي ده عباره عن يو شيب، اول حاجه هو يو شيب ستراكشر، بعد كده هيتكلم ان هو عنده ثيك ديستندنج لمب، فده يبقى شبه البروكسيمال كمبيوتر بيول. يعني ايه؟ بص يا سيدي، انت دلوقتي انت عندك ده ايه البروكسيمال، بعد كده هيبقى هنا كده في الديستال، وده اللوب اوف هنلي اللي هو حرف اليو ده، هو حرف اليو ده تمام. نشيل بس ده كده. المهم فهو قال لك ايه، عنده ده كده بروكسيمال اهو وده الديستال. المهم فهو قال لك هو عنده ثيك ديستندنج لمب، عنده ثيك ديستندنج زي البروكسيمال. بص هو نازل اهو، ده الجزء الثيك ديستندنج النازل اهو، وبعدين عنده ثيك استندنج زي الديستال، وبعد كده قال لك انا عنده ثين ديستندنج، ثين ديستندنج وثين استندنج ده اليومن وايد، فتبقى اليو بس اليومن هنا تبقى وايد بيكوز هذا هو consists of squamous epithelial cells، فبتخلي اليومن وايد. وقال لك ايه الرومن النيوكلاي بتبرودوس لايتلي انتو ذا اليومن. بص يا مروه هو دلوقتي من الاخر انتوا شايفين في اجزاء سميكه واجزاء رفيعه، اجزاء رفيعه طالعه وسميكه، المهم ان الجزء نازل. فالمهم انت دلوقتي مثلا عندك ايه الجزء السميك النازل ده اهو مكمل مع البروكسيمال، فهو شبه البروكسيمال. طب الجزء السميك الطالع مكمل مع الديستال، فالجزء ده بقى شبه الديستال. وقال لك ان هو عنده كمان ستيك بارت، ستيك ديستندنج وكمان ستيك اسندنج، يعني كلها هو بيوصف الشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده. وبعدين قال لك في الثين ديستندنج اند ثين اسندنج بقى، هو الجزء اليو اللي هنا دي، قال لك ان اليوم بتبقى واسعه، اليوم بتاع الستين سيجمنت او مش هي سند ستيندنج واسندنج ورفيعه وكده، ولكن اليومن بتاعتها واسعه، ودي مهمه ممكن تكون موضوع ام سي كيو برده. وقال لك ان هي فيها سكويموس ابيثيليال سيلز، فيها سكويموس ابيثيليال سيلز موسعه لليومن، والانويه بتاعتها احيانا كلمه بتبروتود يعني تطلع لجوه اليومن، تمام كده انتو ذا اليوم تمام. اتمنى تكون يا رب تفهم الجزئيه دي سهله. وعمل لك ايه الصوره اللي كنا لسه بنشرح عنها اهو، وضحها لك ان هي فكره الديسندنج لمب، وبعدين ده سن اسندنج، كلمه ديسندنج يعني نازل اهو، الديسندنج لمب اهو في جزء اهو ثيك وجزء ثين، ودي الاسندنج الطالع، احنا قلنا يو شيبد بقى اهو، يو شيبد سوري مش فاهمه كده ليه، المهم يعني يو شيبد تمام. والطالع برضو سن اسندنج وثيك اسندنج. كولكتنج تيبيولز از ا شورت ترانزيشنال سيجمنت جوين ذا ديستال كونفوليتد تيبيول ان ذا كولكتنج دوكت او تو ذا كولكتنج دوكت، فدي اصلا كولكتنج تيبيول منطقه انتقاليه من الديستال كونفوليتد تيبيول الى الكولكتنج دوكت تمام اهو، هي منطقه تحسها هي ترانزيشنال، كلمه ترانزيشنال انتقاليه من الديستال كونفوليتد تيبيول الى الكولكتنج دوكت. طيب تحت لايت مايكروسكوب هلاقي ان هي عباره عن سمبل كيوبويدال او كولامنر ابيثيليوم طبقه واحده، وكيوبويدال او كولامنر بيبقى بيه الاسيدوفيليك سيتوبلازم، النيوكلاي سنترال اند دارك، اليومن از ريليتيفلي وايد. تحت الالكترو مايكروسكوب بقى السيتوبلازم هاز فيو اورجانلز، نو مايكروفلاي، نو مايكروفلاي، نو بيزل انفولدنجز تمام. بعد كده عندنا الجاكستا جلوميرولار كومبلكس، ده موجود في التيوبولار اند فاسكولار، دي اولا هي عامه هو كومبلكس الاول من تيوبولار اند فاسكولار اليمنتس، وهو موجود عند الفاسكولار بول اوف ذا رينال كورباسل، يبقى الفاسكولار بول اوف ذا رينال كورباسل اللي هي اول جزء خالص ده كده تمام. ات ويتش ديستال كونفوليتد تيوبول فيت بتوين ذا افرنت اند افرنت، وقال لك عند بقى الكومبلكس ده بيبقى ديستال كونفوليتد موجود ما بين الايه اهو، ما بين الافرنت والافرنت في المنطقه دي تمام. بعد كده اتكلم عن ان هو عباره عن الجاكستا جلوميريال كومبلكس، ده ان هو كومبلكس من تيوبولار وفاسكولار اليمنتس، قالك بيتكون من ماكيولا دانسا، ليس سيلز، بولكسن سيلز. تالت حاجه الجاكستا جلوميريال سيلز، يبقى واحد ماكيولا دانسا، اتنين ليس سيلز او بولكسن سيلز، تلاته جاكستا جلوميريال سيلز. نبدا بقى نتكلم عن كل واحده في دول. اول حاجه الماكيولا دانسا دي special type of cells line the distal convoluted tubule، يبقى دي على فكره دي مهمه جدا ان ماكيولا دنسا دي special type، وهي اللي بتلاين ال distal convoluted tubule الماكيولا دنسا. تاني حاجه ان هي فيها numerous microvilli on the luminal surface singly center central يعني cilium او single centrally located cilium، يعني المفروض ان هو فيها cilium واحد بس موجود في النص. طيب الجولجي كومبلكس موجود ما بين النيوكليوس والسيل بيز، الميتوكوندريا short and randomly oriented، the basal lamina is thin and discontinuous، رفيعة ومش متصلة ببعضها تمام كده. حتة الميتوكوندريا like short randomly oriented، طيب بشكل عشوائي شوية. طيب بعد كده اتكلم على the length of the cell، طول بقى الخلايا الماكيولا دانسة وكده بيزيد، and the some cell change into columnar، احنا المفروض ان احنا طول الخلايا معروف او معهود او طبيعي، قالك لا احيانا بيتغير وبيبدا ان هي يزيد طولها، زاد طولها خلاص بقت عباره عن columnar cells، columnar cells تمام. ماشي
كولامنر سيلز اند ذا نيوكلاي اوف ذا سيلز تو ا ديبلي ستيند وكلوز توجذر. يبقى تاني الخلايا بتطول، يبقى طول الخلايا هنا كده اهو، طول الخليه بيزيد بقت كولامنر، وبعد كده بقى في عندي ديبلي ستيند نيوكلاي، ديبلي ستيند نيوكلاي وبيقربوا من بعض. بصوا الديبلي ستيند اهم وبيقربوا اكتر من بعض، يعني حاولوا تقربوا المعلومه لنفسكم عشان تحفظوا بسرعه. تمام، ماكيولا دنسا تاني كرروها او عيد الجزء ده عشان سمعت عشان ما ياخدش وقت طويل. طب الليسس او او بولكس اند سيلز ان هي سمول بيل كيوبيكال سيلز بيل نيوكلاي، سمول بيل كيوبيكال سيلز مع بيل نيوكلاي موجوده في منطقه ما بين الافرنت والافرنت ارتريول عن والماكيولا دنسا. كمان ان هي بتبقى اكسترا جلوميرولار ميز انجل سيلز. انا بوصف الليس سيلز دي او ليها اسم تاني اللي هو البولكس اند سيلز دي، ان هي اكسترا جلوميرولار ميز انجل سيلز كوميونيكيت وذ انتر جلوميرولار ميز انجل سيلز، وبتشتغل كسبورتنج. خلاص كده بتشتغل كسبورتنج اللي هي المفروض الميزانجل الانتر، احنا كنا لسه واخدين صفات احنا كنا الميزانجل والكلام ده، وقلنا مواصفاتها ان هي سبورتنج سيلز وليها وظيفه في المناعه وكل الكلام ده وفاجوساتك وكل ده وسكرتري وكده. قال لك بقى ان الليس او البولكس اند سيلز دي هي برده ميزانجل سيل بس اكسترا جلوميرولار. احنا كنا كده الانترا جلوميرولار هي اصلا ايه سبورتنج وفاجوستاتيك وسكريتوري وكل الكلام ده. حلو، ده بالنسبه للليس سيلز. يبقى سمول بيل كيوبيكال بيل نيوكلاي موجوده في منطقه بين الافرنت والافرنت وماكيولا دنسا، وبعدين قال لك ان هي اكسترا جلوميرولار. اظن سهله. اللي بعدها الجاكستا جلوميرولار سيلز، هنتكلم ان اول حاجه ان هي سبيشال موديفايد سموث ماسل سيلز موجوده في الميديا، والميديا دي اللي هي تاني طبقه من ال يعني من الافرنت ارتريول او عامه هي ايه. انا عندي بيبقى فيه انتما حواليها الميديا حواليها الادنتيشن ده في اي فيسل يا جماعه يعني. تمام، فهي دي موديفايد سموث ماسل سيل موجوده في الميديا اوف ذا افرنت ارتريول، وعامه هي بتبقى قليله في الافرنت. بص هي موجوده في ميديا الافرنت ارتريول، موجوده في ميديا الافرنت ارتريول وفيو في الافرنت. طيب تاني حاجه ان هي كان مش هنا ان هي السيتوبلازم بتاعها فيه نيومرس سيكريتوري جرانيولز نيومرس ولارج، يبقى فيه سيكريتوري جرانيولز كتير وكبيره انلايك اوردينري سموث ماسل سيلز زي نيوكلاي راوندد. السموث ماسل النواه فيها بتكون الونجيت، بس هو على عكس السموث ماسل النواه بتاعته بتكون راوندد مدوره. تمام، النيوكلاي راوندد لارج سيكريتوري جرانيولز سبيشال موديفايد سموث ماسل موجوده في الميديا وتكون موجوده في الافرنت ارتريول وهي في الافرنت. وركزوا في الحاجات اللي هي باللون الازرق عشان هو محدد لكم الكلام. تمام، الجاكستا جلوميرولار سيلز اولسو لاين كلوز كونتاكت وذ سيل اوف ذا ماكيولا دنسا بيكوز ذا بيزنت ميمبرين از ابسنت اوتسايد ذا سيلز اوف ذا ماكيولا دنسا. طب الانترنال الاستيك لامينا او ذا افرنت ارتريول از ميسنج، مفيش انترنال الاستيك لامينا والجاكستا جلوميرولار سيلز ار بريزنت. يبقى عندي جاكستا ميديولار يعني هنا كده ده انترنال سيستم او ذا افرنت ارتريول مش موجوده. يعني بص الافرنت ارتريول اللي فيه جاكستا جلوميرولار سيلز ما فيهوش انترنال لاستيك لامينا، واضحه الحته دي؟ تمام. بعد كده هنبدا نتكلم عن اليورينري باسجز، الثلاث انواع من الخلايا يا جماعه اللي في الجاكستا جلوميرولار كومبلكس مهمه اقروهم اكتر من مره. يثبت معاكم لو حد لسه بيسمع فيديو المراجعه او بيذاكر لو مره يعني بيراجع وبيحاول يلم الحساب الامتحان، وهيتلموا ان شاء الله يعني هتبقى زي الفل وتحلوا اسئلته. تمام يعني. طيب اليورينري باسجز بقى قال لك عباره عن رينال كالكس او رينال كالسس مع وبعدين البلفز اليوريتر يورينري بلودر يوريثرا. يعني دلوقتي ان انت رينال كالسس دي او البلفز الجزء الاولاني ده اللي هو اهو الطهر دي رينال كالسس اهي بالازرق دي كده، وبعدين بيبقى بقى في ماينر وميجر ومع بعض، وبعد كده ايه يكمل باليوريتر او الحالب ينزل اليوريتر على يورينري بلودر اهي، وبعد كده اليوريثرا او مجرى البول في الميل والفيميل يبقى تاني ادي الكدني، وبعد كده نتكلم في المنطقه دي بيبقى كده في الميجر ماينر كالس، وبعد كده بينزل الجزء البيج ده كده اللي هو الحالب اليوريتر، وبعد كده اليورينري بلودر مثلا بقوله، وبعدها اليوريثرا او مجرى البول. طيب انا عندي بعد كده هنتكلم عن كل واحدة فيهم، هنتكلم عن الرينال بيلفس واليوريتر واليورينال بلادر كمقارنة، الميكوزا بتاعتها طبعا احنا هنتكلم على اي تجويف في جسمك عبارة عن ايه ميكوزا، بعد كده ماسكلوزا ادفنتيشيا، اي تجويف في جسمك اي تيوب اي انبوبة في جسمك عبارة عن الطبقات دول الثلاث طبقات دول. الرينال بيلفس واليوريتر الميكوزا الابيثيليوم بتاعها بيكون ترانزيشن ابيثيليوم من 2 ل 3 سلسك بيلفس، وبيبقى من 4 ل 5 في اليوريتر. طيب اللامينا بروبيريا في الكونكتيف تيشو ان اللامينا بروبيريا يعني بتبقى اباندنت ويتش نتورك اوف كلاستيك فايبرز، بتاع هنا بقى ترانزيشنال بس من 6 ل 8 سلسك يعني من 6 ل 8 خلايا ثم كان من 6 ل 8 خلايا. في قالك دي في الكونتراكتد بلادر بيكون ارفع لو ديستندد بلادر، يبقى لو بلادر يعني منقبضه بتبقى عدد الخلايا اكبر من 6 ل 8 سلك وبتبقى ارفع لو ديستندد بلادر. واللامينا بروبيريا اباندنت ومليانه كونكتيف تيشو اباندنت ومليانه الاستيك فايبرز، يبقى النقطتين دول بصوا زي بعضهم اهو زي بعض سيم، حتى بس الاختلاف هنا كده ان هما ابو برده هما الاثنين ترانزيشنال ابيثيليوم بس ايه في سمك الخلايا. يبقى من الاخر السلايد دي زي بعض زي بعض، هو الحاجه الوحيده او الاختلاف الوحيد سمك الخلايا. المسكلوزا برده احنا بنتكلم هنا كده رينال بلفس ويوريتر اهو رينال بلفس يوريتر وده اليورينري بلادر. تمام كده،
الري برضه المسكلوزة بتاعته قال لك المسكلوزة ان هي عبارة عن an استموزنج bundle of muscle fibers of varying orientation the thickness of the wall gradually increase along the tract. طول ما انت ماشي كل ما سمك الجدار بيزيد beginning in the lower one third of the ureter في طبقة زيادة. قال لك بقى ايه التلت الأخير من الحالب بتزيد طبقة زيادة predominantly longitudinal fiber اللي هي بيبقى عندي ايه inner outer longitudinal وميدل circular. طب تعالى بقى في مسكلوزة اليورينري بلادر قال لك ان ده عندي thick muscle coat عبارة عن ثلاث طبقات. ما هو ده انت مكمل بقى اهو بص مش هو قال لك زي الطبقة في التلت الأخير من اليورينري احنا اليورينري بيكمل على اليورينري بلادر ثلاث طبقات inner outer longitudinal وميدل circular. قال لك ان الثلاث طبقات دي الميدل بيبقى ليه برضه اسمها سبايرال الميدل اللي هي ميدل سيركيولر او بسميها سبايرال لاير هي الاكثر سمكا. سهله جدا تمام. بعد كده جزء الادفنتيشيا اخر جزء ان هو عباره عن كونكتيف تيسو الاستيك كونكتيف تيسو فيه اوعيه دمويه واعصاب اوعيه لمفاويه في الاثنين الاثنين زي بعض الاثنين زي بعض سواء مين الاثنين اصلا هما ايه الرينال بيلفز مع اليوريتر مع اليورينال بلادر. الجزء اللي على الشمال ده احنا بنتكلم على الرينال بيلفز واليوريتر وده اليورينال الادفنتيشيا بتاعتهم هي هي وبرده والميكوزا يا جماعه كانت هي هي عشان بس تحفظوا حاجه واحده هي هي بس الاختلاف في سمك الخلايا لما بروبريا هي هي الابيثيريوم الاختلاف في سمك الخلايا والمعلومات اللي فيها الماسكلوزا هي بس عشان برضو ايه يعني يظبطوها والاثنين بيكملوا على بعض. يعني لما اكون بتكلم في رينا بيلفز واليوريتور هنا كده هكمل على الكلام ايه في اليورينري بلادر عشان انا اوريدي نازل في التراكت. يعني جميل قوي اللي فيه شويه ملحوظات احنا خلاص يعني هنا اتقربنا نخلص. هو ده بلادر كونتراكت يقول لك لما المثانه البوليه بتنقبض الممبرين فولد along the thinner region and the thicker plates in vaginae to form a fusiform cytoplasmic vesicle. تمام these vesicles represent a reservoir for these thick plates so that can be stored in the cytoplasm of the cells of the empty bladder to use covering the increased surface for bladder. يعني بص دلوقتي يعني لما بتكون البلادر منقبضه كده قال لك بيبدا بقى ايه المناطق الرفيعه والتخينه كلها بي ان فاجينيت بتتن على بعضها يا جماعه بتعمل حاجه اسمها فيوزيفورم سايتوبلازميك فيسيكل. لما بقى ايه فتبقى دي ريزرفوار بقى ريزرفوار يعني دلوقتي الفيسيكل دي مخزن للثيك بليتس والثين بليتس والكلام. فدلوقتي انا البلادر امتي المثانه البوليه منكمشه على بعضها كده او يعني ده المعنى يعني حاولي تاخدوها كده ان هي ايه على مطبقه على بعضها كده. فلما تيجي تتملي ما يحصلش اي مشكله بتتملي بقى التنيات دي بتبدا ان هي تتسع وخلاص وتتسع وتبقى زي الفل. تمام وصل الفكره يعني تمام ان البلادر وهي منقبضه وهي فاضيه بتبقى ملمومه على بعضها من الاخر على لما بتيجي بقى تتملي بتتسع عادي جدا من غير اي مشاكل. هنتكلم عن الميل والفيميل يوريثرا. الميل يوريثرا 18 سم وده التيرمينال بورشن من اليورينري بلادر تراكت. اما الفيميل بيبقى من 2.5 ل 3 سم بس. الفيميل يوريثرا قصير من 2.5 ل 3 سم بس لكن في الميل يوريثرا بيبقى عباره عن 18 سم في الطول التيرمينال بورشن اوف يورينري اند ريبرودكتيف. تمام كده الميل يوريثرا عباره عن ثلاث مناطق. انا عندي بروستاتيك يوريثرا الميل يوريثرا بروستاتيك يوريثرا ميمبرانس يوريثرا بينايل يوريثرا. اول حاجه في البروستاتيك ان هو ده بيبقى لايند ترانزيشنال ابيثيليوم. الميمبرانس بيبقى سودو ستراتيفايد كولامنر ومحاط بسترياتد ماسلز ده عشان ده الاكسترنال سفنكتر. والبينايل يوريثرا سودو ستراتيفايد كولامنر او ستراتيفايد كولامنر ات اتس اند والابيثيليوم بيبقى ستراتيفايد سكويموس. تمام كده في نهايته بيبقى ستراتيفايد سكويمس. تاني جزء ده معلش التركيز ان هما تلات حاجات عشان نوضحه تلاته. اول حاجه البروستاتيك يوريثرا وده ترانزيشنال ايبيثيليوم اللي هو اول جزء ده البروستاتيك اللي هو حواليه غده البروستاتا البروستاتيك جلاند. بعد كده الجزء الاخضر الصغير ده المفروض ان ده الممبرانس يوريثرا اللي هو عباره عن سودو ستراتيفايد كلامنا الايبيثيليوم محاط بسترياتد ماسلز بسميه الاكسترنال سفنكتر. تمام اللي هو يعني زي صمام كده. طب بعد كده البينايل يوريثرا اللي هو بقى على طول البينس يبقى بقى البينايل يوريثرا المنطقه اللي هي الجزء الاخير ده اول جزء اهو. تاني جزء اللي هو الممبرانس وده التالت اللي هو الدوائر. المهم البينايل يوريثرا عباره عن سودو ستراتيفايد او ستراتيفايد كولامنر ايبيثيليوم. تمام بس في نهايته بيكون ستراتيفايد سكويموس. الفيميل يوريثرا الفيميل يوريثرا ذا ميكوزا از كفرد ويز ستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. الفيميل بيكون ستراتيفايد سكويموس يعني طبقات كتير وبيبقى سكويموس. طيب بعد كده they are numerous shallow invaginations of epithelial having walls lined with many places with mucosals in many places with mucosals. السموث ماسل بتحيط بالميوكس ميمبرين وبتترتب في inner longitudinal و outer circular. بالنسبة بقى عضلة الملساء دي كده بقى inner longitudinal و outer circular دي مهمة. طيب distal to smooth muscle there is a sphincter of striated muscles. distal to the smooth muscle there is a sphincter of striated muscles. تمام عشان بس نمطها مثلا عشان انت تتحاجة تتحكم فيها حاجة تكون voluntary. تمام وتقريبا كده احنا الحمد لله خلصنا. يبقى الفيميل يوريثرا بيبقى الميكوزا مضغوطه بالستراتيفايد سكويموس ايبيثيليوم. عندنا في نيومرس شالو انفاجينيشنز اوف ذا ايبيثيليوم هافينج وولز لايند ان ماني بليسز وذ ذا ميوكوسلز. السموث ماسل بتبقى عباره عن هي في الميوكوس ميمبرين مترتبه انر لونجيتودينال واوتر سيركيولار ولسه السموث ماسل فيه سفنكتر اوف سترياتد فولنتري ماسلز. طيب الزون اوف كويستشنز بقى هنا بنتكلم عن كام سؤال. طبعا هو اخيرا خلصنا الحمد لله ربنا معاكم في الامتحان. الزون اوف كويستشنز بقى الاسئله
which portion of which portion of medial urethra is surrounded by external urethral sphincter membranes. هنجاوب على طول الممبرانس يوريثرا هو اللي محاط ب external urethral sphincter. اللي بعده 55 55 year old man راجل عنده 55 سنه complain of hematuria يعني في اليورين دم urinary bladder biopsy obtained and examined خدت عينه من اليورينري بلادر specify the type of epithelium that lined this patient urinary bladder. يبقى يعني شوف هو عمل لك قصه طويله قوي وعارف سالك دايما الهيستو بيعمل كده يحكي لك قصه طويله خالص ويديك كيس ومش عارف ايه والكلام ده في الاخر يقول لك ايه بقى طب احنا قاعده نتكلم عن اليورينري بلادر طب ايه بقى الابيثيليوم اللي بيلاين اليورينري بلادر فهو ترانزيشنال ابيثيليوم تمام. Drugs agglomerular complex is a complex of tubular and vascular elements of the nephron which of the following is correct. هيبدأ تقول مش هل هو موجود في عايز ايه عايز ايه صح في الكلام ده موجود في في البومن كبسول لا في it present in the collecting duct لا it present at the renal pelvis لا it present at the vascular pool of the renal corpuscle احنا لسه شرحنا vascular pool of the renal corpuscle تمام. Which of the following is correct for urinary bladder mascolosa? The urinary bladder mascolosa, الطبقة الثانية من the urinary bladder. It's composed of three layers, inner, outer, longitudinal and middle circular. هي الحمد لله الأولى. صح. عشان بس ما أخدش من وقتكم كتير. طيب, which of the following is correct for the ureter? ده هو lined with transitional epithelium. خلاص, إحنا في مين transitional epithelium? The ureter, renal pelvis, and urinary bladder. خلاص كده. Which of the following statements concerning the female urethra is true? The mucosa is lined with stratified squamous epithelium. الحمد لله برضه اول واحده وهي اللي صح تمام. يبقى في الفيميل يوريثرا بيبقى squamous stratified squamous epithelium اكتر من طبقه بيبقى نوع squamous. Which of the following statements concerning the proximal convoluted tubule is true? They have a tortuous course in the cortex. اكيد tortuous course in the cortex صح. يبقى هي الاولى هي اللي صح. بعد كده the nephron's tubule consists of two functional distinct portions the nephron and the collecting tubule the cells lining the distal convoluted tubule of the nephron من اي نوع يعني برضو حاجه كتير قوي عايز من عايز اخر حاجه هو طالبها ان distal convoluted tubule ايه الخلايا اللي بتبطن simple cuboidal. طيب اخر سؤال الحمد لله which of the following is correct for the cell lining the distal tubule of the nephron هل هي برضو distal tubule هل هي simple squamous لا طب هل هي transitional stratified columnar simple cuboidal لسه حلنا في السؤال اللي قبله خلاص كده وبس بالتوفيق يا رب المراجعه تفيدكم.